في زمن الانتصارات، أكدت المقاومة اللبنانية ومحور المقاومة أن دحر الإرهابيين التكفيريين وداعميهم يشكل استمراراً لانتصار تموز ضد العدو الصهيوني. وخلال احتفال حشد لمناسبة الذكرى العاشرة للانتصار في حرب تموز، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له في بنت جبيل أن من أهم نتائج حرب تموز أن إسرائيل أصيبت في روحها وثقتها وإرادتها وجبروتها، مشددا على مقولته الشهيرة من أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. أن إسرائيل في حرب تموز أصيبت في روحها، إسرائيل أصيبت في روحها، في ثقتها، في عزمها، في إرادتها، في أملها، في طموحها، في اعتدادها بذاتها، في كبريائها، في علوها، في جبروتها، في اطمئنانها إلى بقائها في هذه المنطقة. أصيبت بثقتها بنفسها وثقتها بجيشها وثقتها بإمكانياتها على إلحاق الهزيمة بالآخرين، وثقتها وشكها في قدرتها على البقاء في منطقتنا. وأكد نصر الله أن تنظيم داعش صناعة أمريكية هدفها ضرب محور المقاومة وبخاصة حزب الله. اليوم طبعا داعش في الموصل وفي الرقة هي اليوم صوت انتخابي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. باراك أوباما مصر على معركة الموصل وداعش والرقة، بلحق ما بلحق ما بعرف، بس منشان شو؟ منشان ينقذ العراقيين والسوريين من داعش؟ لا، منشان الانتخابات الرئاسية، بده حزب الديمقراطي يحكم. وإذ أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة ستبقى في كل الساحات تواجه الإرهاب، فقد ناشد الذين يحملون السلاح في سوريا والعراق واليمن والمنطقة إلى إلقائه وإلى وأد الفتنة وإلى المراجعة والتأمل من أجل فلسطين والتركيز على المعركة الحاسمة مع العدو الصهيوني. أنا أدعو اليوم كل أولئك الذين ما زالوا يحملون السلاح، ونحن نأسف عليهم وناسى لهم، هؤلاء اللي بيسموا حالهم استشهاديين هم انتحاريين. أنت تنتحر وتقتل إخوانك من أجل من؟ من أجل أي هدف؟ في حلب أو في الموصل أو في دير الزور أو في درعا أو في أي مكان في سوريا أو في العراق، وبتبعت حاب تفجر حالك ببغداد وبتفجر حالك بدمشق وبتفجر حالك بالمدن اليمنية في خدمة من؟ مشروع من؟ من أجل من؟ لعيون من؟ لك يا جماعة عدوا، بس فكروا شوي، بس فكروا شوي، ستكتشفون أنه تم استغلالكم وأنه آن وقت حصاد بعضكم وهي داعش، وحصاد الباقين آت لما ما بيعودوا بحاجة لإله. انتصار تموز ضد العدو الصهيوني صفحة مشرقة ومضيئة في تاريخ الأمة، وحافز لدحر الإرهاب التكفيري ووأد للفتنة في المنطقة، لأن هؤلاء وداعميهم هم مجرد أدوات في المشروع الصهيوني الخطير في المنطقة.